السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. ده شرح محاضرة البرين ستيم، دي المحاضرة التانية في الاناتومي. تمام، المحاضرة دي مهمة جدا، وفيها لازم تكون انت متخيل الصور. تمام، لو تخيلت الصور في دماغك والله تبقى المحاضرة سهلة، عشان كده الصور مهمة، لازم تتخيلها في دماغك. تمام، طيب بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا نبدأ أول حاجة، إيه هو اللوكيشن بتاع البرين ستيم؟ هو البرين ستيم ده موجود فين؟ في البوستيريور كرينيال فوسة. إيه هي البوستيريور كرينيال فوسة؟ دي لو أنت لو أنا رسمت البرين كده أو السكال، تمام؟ تلاقي البوستيريور كرينيال فوسة هنا فوق الفورامين ماجنا. لو أنت مذاكر سيكشن السكال هتلاقي البوستيريور كرينيال فوسة، ده مكان البرين ستيم. بيتكون من إيه؟ بيتكون من 3 أجزاء، عندي ميد برين والبونز والمضلة اوبلونجاتا. تمام، اهم ادي ميد برين اللي هو الجزء اللي فوق ده، وده من ده البوستيريور فيو، ده انتيريور وده بوستيريور. والبونز ده بيكون شكلها تمام، وادي البونز اهو، دي ده السيربيلوم ده ملناش دعوة بيه. تمام، واخر حاجة خالص المضلة اوبلونجاتا اللي هي اخر حاجة تحت خالص، دي هي اجزاء الميد برين. طيب نيجي لحاجة مهمة اللي هي الكونكشن. الميد برين ده بيبقى متصل بإيه؟ تمام، الميد برين متصل من فوق أو من السوبيريور، من بيتصل بالسيريبروم. تمام، متصل بالسيريبروم عن طريق 2 سيريبرال بيدانكل. فين 2 سيريبرال بيدانكل؟ أهم أدي السيريبرال فوق أهو، السيريبرال فوق أهو، وأدي 2 سيريبرال بيدانكل، دول موجودين في الميد برين، وإن شاء الله هنقولهم مع تركيب الميد برين. تمام، يبقى ده من فوق من السوبيريور. طيب من ورا من البوستيريور، البرين ستيم متصل بالسيريبيلوم عن طريق 3 بيرز اوف سيريبيلر بيدانكل. اللي فاتوا دول كانوا 2، ادي واحده يمين اهي وواحده شمال، بس دول بقى ايه؟ 3 بيرز، يعني 3 ازواج، يعني 3 كده و3 كده، 3 يمين و3 شمال، اسمهم سيريبيلر بيدانكل. وبقى خلي بالك من ال اسمه ايه ده، الحروف بتاعتهم دي، الحاجات اللي بتودينا في داهيه في المقالة. ده اسمه سيريبرام وده سيريبيلم، ودي اسمها سيريبلر سيريبرال. تمام، والسيريبيلر تمام. السيريبيلر بيدانكل عباره عن سوبيريور، واحده سوبيريور واحده ميدل وانفيريور. تمام، دول بيكونوا اجزاء اهو، ادي السوبيريور اهي، وادي الميدل، وادي الانفيريور. ده هو ده السيربيلوم اللي قلنا عليه. تمام، اكننا شلناه، اكننا شلناه من الجزء ده. هنشوف ايه هو متصل بايه هنا، سوبيريور ميدل انفيريور. طيب السوبيريور دي جايه من الميد برين، والميدل جايه من البونز، والانفيريور جايه من المضله اوبلونجاتا. يبقى كده كل او التلات اجزاء بتوع الميد برين بتوع البرين ستيم متصلين بالسيريبيلوم. واهو ادي الصوره ليهم. تمام، ادي السيريبيلوم اهو، اكننا شلناه من هنا من الجزء ده. هنشوف السوبيريور اهي، الميدل، والانفيريور اهي. قلنا السوبيريور جايه من الميد برين، الميدل جايه من البونز، الانفيريور جايه من المضله اوبلونجاتا. طيب ده من ورا، بعدين من تحت المضله اوبلونجاتا اللي هي اخر حاجه في برين ستيم متصله بالسباينال كورد. ادي المضله اوبلونجاتا من تحت بتكمل للسباينال كورد. لو فاكرين في السباينال كورد قلنا ايه؟ السباينال كورد ده عباره عن كونتينويشن للمضله اوبلونجاتا. تمام، فدي هي دي المضلة اوبلونجاتا بتكمل تحت بالسباينال كورد. يبقى ايه هي الكونكشن؟ سوبيريور السيريبرام، بوستيريور السيريبيلم وبالتفاصيل بتاعها، انفيريور ككونتينويشن للسباينال كورد. تمام، طيب عندنا حاجة مهمة، كرينيال نيرف. مش مطلوب نعرف تفاصيلهم، بس نعرف تقسيمتهم ازاي. الكرينيال نيرف دول عبارة عن 12 بيرز، 12 زوج من الكرينيال نيرف. رقم واحد ورقم 2، رقم واحد هو الأولفاكتوري ورقم 2 هو الأوبتيك نيرف، دول بيبقوا طالعين من البرين.
ده ملناش دعوة بيه. من 3 ل 12 بقى دول اللي جايين من البرين ستيم، ودول هنتكلم عنهم متقسمين ازاي. اللي من 3 ل 12 دول عبارة عن 2 في الميد برين، 4 في البونز، 4 في المضلة اوبلونجات. افتكرها كده بتشكيلة الكورة، دي تشكيلة الكرينيال نيرف، 2 4 4، هنا الميد برين، هنا البونز، هنا المضلة اوبلونجات، كده مش تنساهم. طيب الاتنين في الميد برين اسمهم الاوكيلو موتور والتروكلير، 3 و4 تمام. بعد كده الاربعة بتوع البونز، تراي جيمينال والاب ديوسنس تمام، دي مش في دي الفيشيال، دي شلوها، دي اللي هي اللي تحت دي فيشيال تمام، وده العبث بتاع الورد الفيشيال والفيستيبيولو كوكليار نيرف، دول الاربعة بتوع البونز تمام. بعد كده الاربعة بتوع المطلة اوبلونجاتا اللي هم جلوسوفارينجيال والفيكاس والاكسسوري والهايبوجلوس، ودول التقسيمه بتاعتهم في البرين ستيم تمام. دول كده الكرينيال نيرف. سمي الله بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم تمام. لو معاك قهوه هات، لو معاك اي حاجه، اهم حاجه تكون فايق لان ده الجد تمام. نتكلم عن اجزاء بقى البرين ستيم. كل جزء الميد برين والبونز ومضلة اوبلونجات هنقول فيهم 3 حاجات، هنقول فيهم الانتيرو فيو والبوستيرو فيو والانترنال ستراكشر. انتيرو فيو يعني انا الميد برين ده قدامي وهشوف فيه ايه. طب البوستيرو فيو الميد برين قدامي برضو بس من ورا، البوستيرو فيو هشوف فيه ايه. الانترنال ستراكشر ده عبارة عن ان انا هاخد كروس سيكشن جوه الجزء ده تمام، جوه الميد برين مثلا، وهشوف الحاجات اللي جواه وهبص عليه من فوق. يعني مثلا اكني خدت كروس سيكشن هنا وهبص عليه من فوق، هبص عليه اكني باصص من هنا من فوق، واشوف بقى ايه الحاجات اللي موجوده فيه تمام. وده اهم جزء بتاع الانترنال ستراكشر انت محتاج تتخيله. طيب الانتيرو فيو، الانتيرو فيو بتاع الميد برين بشوف فيه ايه؟ بشوف فيه عشان ابسطها يعني شكل سبعه كده او شكل في، اللي هو ده الاثنين دول، وعندي فيه زي كورتين في النص كده، انا اعرف ان ده انتيريور على طول، شكل سبعة او شكل في وفي كورتين في النص، يبقى ده ايه؟ انتيريور. طيب بوستيريور، لو انا باصص بوستيريور هشوف 4 كور وفي جزء في النص، في كرة في النص، يبقى انا كده بوستيريور تمام. طيب ايه هو بقى الانتيريور فيو؟ عندي اول حاجة، حاجة زي الفي شيب اللي هما الاثنين دول، اسمهم سيريبرال بيدونكل، دول قلنا عليهم فوق لو فاكرين بتوع السيريبيلوم تمام. سيريبرال بيدونكل او بتوع السيريبرام اللي هم دول تمام، اللي هم ده شكل الانتيرو فيو كبره، ودول الاتنين سيريبرال بيدونكل، واحد يمين وواحد شمال، اللي هم اللي بالاخضر. وبعدين لو انا عملت كده شكل زي كده هلاقي فيه فراغ في النص، الفراغ اللي في النص ده اسمه انتر بيدانكلور فوس، انتر بيدانكلور فوس، اشوف فيه ايه؟ ودي مهمه، الاستراكشر الموجوده جوه الانتر بيدانكلور فوس. شوف اول حاجه اوبتيك كيازما، ودي دي حاجه ليها علاقه بالاوبتيك نيرف. بعدين السيركل اوف ويلز، ودي زي شبكه كده من الشرايين تبقى موجوده في الميد برين، بس هي مش واضحه هنا. انت لو كتبت كده سيركل اوف ويلز هتلاقي شبكه كده طالعه كده فوق الكلام ده كله تمام. بعد كده البيتيوتري ستوك، وده جزء مربوط بالبيتيوتري جلاند والهايبوثالامس، اسمه بيتيوتري ستوك. وبعدين اتنين ماميلياري بودي اللي هما الكورتين اللي احنا قلنا عليهم، دول بيميزوا الانتيرو فيو. والاتنين اوكيلو موتور نيرف، ادي الاوبتيك كيازما اللي الحته اللي فوق دي خالص دي. وبعدين السيركل اوف ويلز، دي قلنا شبكه من الشرايين بس هي مش هتبان، فانت لو كتبت كده هتلاقيها طالعه تمام. بعدين البيتيوتري ستوك اللي هي الحته دي، ده كونكشن ما بين البيتيوتري جلاند والهايبوثالامس. بعدين الماميلاري بودي، دي اجزاء من الهايبوثالامس اسمها ماميلاري بودي، اللي هما الكورتين دول، واحده يمين واحده شمال. بعد كده الاثنين اوكيو موتور نيرف، دي الانتر بيدانكلور فوس. طيب
كده خلصنا الايه الانتيريور فيو اللي هو ده. نيجي بقى للبوستيريور فيو، قلنا هنشوف فيه ايه، شوف فيه اربع كور وفي زي كوره في النص او جزء في النص. الاربع كور دول اسمهم كوليكولاس، اسمهم كوليكولاس. عندي اتنين فوق اللي هما سوبيريور كوليكولاس، اللي هما الاتنين دول اسمهم سوبيريور كوليكولاس. اتنين تحت انفيرو كوليكولاس اللي بالاحمر، يبقى اتنين فوق اللي بالاخضر دول السوبيريور، اتنين تحت اللي هما الانفيريور، وبعدين في النص اللي هو الازرق اسمها باينيال جلاند، ودي غده اندوكراين تبقى موجوده في البوستيريور فيو. طيب ال السوبيريور والانفيريور دول بيشتغل على البادي ريفليكس او ردة الفعل. من السوبيريور بتشوف ردة الفعل بتاعت لو انا شفت حاجة مثلا فبعمل ردة فعل، دي بتشتغل السوبيريور، وظيفة السوبيريور. طب لو انا سمعت حاجة الحاجة دي خلتني اعمل رد فعل، دي تبقى من الانفيريور كوليكولاس. يبقى السوبيريور كوليكولاس كنترول الفيجوال بادي ريفليكس، طب الانفيريور تعمل كنترول الاوديتوري بادي ريفليكس، وبعدين اخر حاجه قلنا الباينيال جلاند. كده ايه خلصنا البوستيريور فيو. نيجي بقى لايه بقى، للانترنال ستراكشر. تمام، صحصح كده معايا وصلى على النبي عليه الصلاه والسلام وبسم الله. الانترنال ستراكشر ده عباره عن ايه، عباره عن هنا في الميد برين كروس سيكشن، في الميد برين اد ذا ليفل اوف سوبيريور او انفيريور كوليكولاس. يعني ايه، يعني ادي الصورة الكبيرة، لكني خدت كروس سيكشن هنا قطعت كده في الحتة دي تمام، وبص عليها من فوق، او خدت هنا في الانفيريور يا اما هنا يا اما هنا. تمام، خدت كروس سيكشن وببص عليها من فوق، ايه اللي هشوفه؟ دي الانترنال ستراكشر. لو انا بصص من فوق كده على الميد برين هشوف البوستيريور بارت. البوستيريور بارت ده قلنا السوبيريور او الانفيريور كوليكولاس اللي هما الاربع كور دول. تمام، يعني عايزه كده تتخيلها معايا ان انا قطعت هنا كده تمام، وباصص على دول اللي هما الاثنين دول، دول اللي من ورا اللي هما دول سواء سوبيريور او انفيريور كوليكولاس، ودي في حاجه بتميزهم وهنقول عليها في الاخر حاجه بسيطه. تمام، يبقى الجزء ده اسمه التيكتوم، وده عباره عن السوبيريور او الانفيريور كوليكولاس اللي هما الاثنين دول، الحته دي بس اسمها الايه التكتوم. طب الميدل بارت، الميدل الجزء في النص اسمه تيجمنتوم، وفي حاجه مميزه فيه اسمها السيريبرال اكويدكت، دي تبقى قناه كده جوه الميد برين. ادي الجزء اهو ده كله، ده اسمه التيجمنتوم او الميدل بارت، وفي حاجه مميزه اسمها السيريبرال اكويدكت. طيب بعدين الانتيريور بارت، الانتيريور بارت قلنا فيه الايه السيريبرال بيدانكل اللي هما دول، لكن الاتنين دول بس انا بص عليهم من فوق في الانتيريور. تمام، اهم دول الاتنين سيريبرال بيدانكل. في بقى حاجة مميزة فيهم اسمها السبستانشيا نيجرا، عبارة عن خطين سود كده بيبقوا ظاهرين ناحية السيريبرال بيدانكل في الانتيريور هنا قدام. تمام، هم اسمهم سبستانشيا نيجرا، واحده يمين واحده شمال. الحاجه بقى اللي بتميز لي السوبيريور كوليكولوس عن الانفيريور كوليكولوس، تمام، ودي ما اعرفش ليه مش مكتوبه، يعني في عبث كده بيحصل في الوورد، اللي هي ايه الريد نيوكليوس، بس انا معلم عليها هنا في الصوره. تمام، اكتبوها اللي هي ريد نيوكليوس. لو انا خدت كروس سيكشن هنا، او خلينا في الصوره اللي تحت، لو انا خدت كروس سيكشن هنا في الليفل ده كده تمام، وبص من فوق، دول الاثنين الخضر دول قلنا السوبيريور. تمام، هشوف الاثنين ريد نيوكليوس، دول عباره عن كورتين حمر موجودين قدام شويه كده، موجودين في السوبيريور بس لو انا قطعت هنا. طب لو انا قطعت تحت هنا عند الجزء الاحمر ده والانفيرو كوليكولاس، مش هشوف الريد نيوكليوس، مش هشوفهم موجودين. تمام، يبقوا موجودين في السوبيريور بس مش موجودين في الايه في الانفيريور، اسمهم الريد نيوكليوس، بيبقوا اتنين واحده يمين وواحده شمال. تمام كده خلصنا الايه الميد برين. نيجي بقى على الجزء الثاني بتاع برين ستيم،
اللي هو البونز، والجزء ده أبسط شوية من الميد برين، يعني تفاصيله مش كتير. عندنا انتيرو فيو بوستيرو فيو والانترنال استراكشرز. من الانتيرو فيو هشوف ايه؟ لو انا باصص كده على البونز من قدام، ادي البونز اهو، ده انتيريور وده الايه البوستيرو، تمام. الحته دي قلنا في الاول ان دي السيربيلوم، دي ملناش دعوه بيها. طيب لو انا بص على الحته دي اهي وكبرناها اهي من الانتيرو فيو، هشوف عندي في النص لونجيتيودينال جروف، لونجيتيودينال جروف يعني زي خط كده بالطول، واسمه برضه بازلر جروف، وده اللي بيعدي فيه البازلر ارتي اللي هو ده، تمام. والبازلر ارتي ده هو اللي بيغذي البونز دي، هنقولها ان شاء الله في الاخر. فهو من اسمه بازلر جروف بيعدي فيه البازلر ارتي اللي هو بيغذي الجزء بتاع البونز. طيب في حاجة تانية بشوفها برضو، خطوط بالعرض اسمها external transverse pontine fibers. external يعني من بره، انما لو بص على الانتيريور من بره، تمام. في internal لو انا بصيت من جوه، دي في ان شاء الله في الانترنال ستراكشر. ترانسفيرز يعني بالعرض، بونتاين جاي من بونز، فايبر هي الخطوط اللي بالعرض، تمام. لو انا كبرت كده هتشوفها اهي، الخطوط دي كلها شايفها، كل الخطوط دي هي الاكسترنال ترانسفيرز بونتاين فايبرز. الخطوط دي كلها هتلاقيها بتتجمع، تمام، ورايحه كده، ورايحه عند الجزء ده، الجزء الاخضر ده، الجزء الاخضر ده اللي هو الميدل سيربيلر بيدانكل، تمام، اللي بتوصل لك بالسيربيلوم، ميدل سيربيلر بيدانكل. وبعدين هشوف برضو الكرينيال نيرف رقم 5 اللي هو التراي جيمينال نيرف، كرينيال نيرف رقم 5. يبقى ايه المميز الانتيرو فيو؟ عندي لونجيتيودينال جروف او بازلر جروف، وده اللي بيعدي فيه البازلر ارتي اهو ده، وعندي اكسترنال ترانسفيرز بونتاين فايبر اللي هي الخطوط اللي بالعرض اهي دي، الخطوط اللي بالعرض تتجمع مع بعض وتدي لك الميدل سيريبيلر بيدانكل اهم، بيتجمعوا مع بعض. وبعدين كرينيال نيرف رقم 5 الترايجيمينال نيرف، مش مهم تعرف مكان النيرف دلوقتي لان دي محاضره كامله وهتزهق منهم، بس اعرف اني موجود في الانتيرو فيو في البونز في الترايجيمينال نيرف رقم 5. طيب نيجي للبوستيريور فيو اللي هو ده الجزء ده، تمام. جينا كبرنا اهو، هتشوف فيه ايه؟ شوف فيه اول حاجه زي 8 فوق و7 تحت، يعني الشكل ده كده، كده تعرف انت في البوستيريور فيو بتاع البونز. ده السوبيريور والانفيريور سيربيلر بلانك، ادي السوبيريور، الاثنين سوبيريور والاثنين انفيريور، عملوا لك كده زي الفتحه دي، تمام. لو انا عملت كده الاقي فيه فتحه في النص، الفراغ ده كله، الفراغ ده كله اسمه الرومبويدال فوس، زي فتحه كده. في ملحوظة مهمة برضو عشان دي هنقولها قدام، الرومبويدا الفصلة دي واخدة البونز، تمام، جاين البونز والأبر بارت بتاع المدلة أوبلونجاتا، يعني البونز بتخلص هنا، تمام، هنا بتبدأ المدلة أوبلونجاتا، فهي الرومبويدا الفصلة واخدة من البونز من فوق هنا وواخدة من المدلة أوبلونجاتا. طيب ايه هي الاستراكشر الموجودة جوه الرومبويدا الفصلة؟ عندي ميديان ايمينانس اللي هما الاتنين دول اللي بالاخضر، الاتنين دول اسمهم ميديان ايمينانس، وبعدين بيخلصوا عند الفيشيال كوليكولاس اهو، وبعدين ترانزفيرس ميدلري فايبر، ودي تبع الميدلا اوبلونجاتا، ترانزفيرس ميدلري فايبر تبقى زي خطوط بالعرض كده، تمام. يبقى ادي الرومبويدا الفصة جواها ميديان ايمينانس وفيشيال كوليكولاس وترانزفيرس ميدلري فايبرز، تمام، دي الرومبويدا الفص الموجودة في البوستيريور فيو. نيجي تاني بقى الال انترنال ستراكشر، تمام، وركز بالله عليك الانترنال ستراكشر، تمام، اكني هاخد كروس سيكشن، بس كروس سيكشن مش تفرق يعني انا خدت كروس سيكشن فين، تمام، هما دي ابسط. لما اجي اخد كروس سيكشن كده في البونز، تمام،
هشوف في البوستيريور بارت قلنا الايه الرومبويدال فوسا، يعني اكني خدت كده كروس سيكشن كده وببص عليه من فوق، تمام. هشوف الرومبويدال فوسا اهي اللي هي من ورا، ده البوستيريور. الرومبويدال فوسا برضو ليها اسم تاني مهم اسمه الفورس فينتريكل. في البرين في 4 فينتريكل، الرابع او الفورس اسمه اللي هي الرومبويدال فوسا، الفورس فينتريكل. طيب الميد بارت هشوف التجمنتم اهو، وده غير التجمنتم اللي فوق. التجمنتم اللي هنا اللي كان فيه السيريبرال اكوادكت ده بتاع الميد برين، تمام. لكن الميد بارت هنا اللي هو التجمنتم ده تبع البونز. طيب في الانتيريور بارت شوف حاجه مهمه اسمها البيزس بونز، الجزء ده كله بيزس بونز، ده بيبقى موجود فيه ايه او الاستراكشر موجوده جواه. موجود جواه حاجه اسمها البونتاين نيوكلياي اهي، نيوكلياس كده صغيره، والانترنال ترانسفيرس بونتاين فايبر، تمام. لو فاكرين الاكسترنال اهو، ده اللي بيكمل بقى لجوه اللي هو الانترنال ترانسفيرس بونتاين فايبرز، والكورتيكو سباينال تراكت اللي هو ده، تمام. يبقى انا لو خدت كروس سيكشن جوه البونز هشوف البوستيريور بارت، قلنا الرومبويدال فوسا اهي من ورا لكن باصص من فوق، ميدل بارت التجمنتم، التجمنتم بتاع البونز، انتيرو بارت البيزس بونز، انتيرو بارت ده كله ايه الموجود فيه الكورتيكو سباينال تراكت او البونتاين نيوكلياي، وبعدين الترانسفيرس فايبر بونتاين فايبر، وبعدين الكورتيكو سباينال تراكت، تمام اهو ترانسفيرس والبونتاين نيوكلياي والكورتيكو سباينال تراكت، تمام. كده نكون خلصنا الايه البونز. يعني بعد ال 22 دقيقة دول او 23 دقيقة دول عايز اعرف انت عايش ولا لا بعد كل الحاجات دي. يعني بجد والله الواحد مخه وجعه من كتر ما بيدرس البرين، البرين من كتر ما بيدرس البرين. نيجي لل نيجي للمدلة اولونجاتا، تمام. المدلة اولونجاتا دي ركز فيها عشان فيها تفاصيل، واكتر واحدة فيهم فيها تفاصيل المدلة اولونجاتا، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. المدلة اوبلونجاتا ده بيبقى شكلها اهو، ده من الانتيريور وده من البوستيريور، تمام. من انتيريور فيو خدنا كده الانتيريور فيو ده وكبرناه، هنشوف ايه في الانتيريور فيو. هنشوف حاجه اسمها انتيريور ميديان لونجيتودينال سالكس، ده عباره عن ايه خط كده في النص اهو، الخط ده كله بيقسم لي المدلة اوبلونجاتا الجزء رايت وجزء ليفت، تمام. اسمه ايه انتيرو ميديا لونجيتودينال سالكس، وفي واحد تاني في البوستيريو. طيب عندي تلاتة اليفيشن او تلاتة حاجات تبقى بارزة في الانتيرو فيو، عندي البيراميد والاوليف والانفيرو سيربيلر بيدانكي. الاوليف اللي هو الجزء اللي في النص الاخضر ده، والبيراميد اللي من بره دول، تمام. يبقى في النص من جوه بيراميد ومن بره اوليف. بعدين بونتو ميدلري جانكشن، بونتو دي جايه من بونز، ميدلري دي يعني مدله، جانكشن يعني اتصال، اتصال ما بين البونز والمدله اوبلونجاتا اهو، الخط الاسود اللي انا رسمته ده اهو، الحته دي كلها الخط الاسود ده هو البونتو ميدلري جانكشن، تمام. بعدين اتاشمنت للور فور كرينيال نيرف اللي هما دول، اعرف بس ان هما في لور كرينيال نيرف، تمام. كرين النوف نيرف ان شاء الله هناخدهم لغايه ما نزهق منهم. طيب يبقى في الانتيرو فيو عندي انتيرو ميديا لونجيتودينال سالكس اللي في النص ده، و تلاتة اليفيشنز، عندي بيراميد اوليف انفيرو سيربيلر بيدانكل، ادي البيراميد والاوليف والانفيرو سيربيل انفيرو يا ربي انفيرو سيربيلر بيدانكل اهي، الجزء اللي نازل تحت ده دي الانفيريور، تمام. بعدين بونتو ميدالري جانكشن اللي هو الخط ده اللي بيوصل الاتنين ببعض، والاتاشمنت اللي هو بتاع اللور فور كارينيال نيرف اللي هما دول، ده كده الايه الانتيرو فيو بتاع المدلة اوبلونجاتا. طيب نيجي للبوستيرور فيو. البوستيرور فيو ده قلنا قبل كده في رومبويدا الفصة هنا ان رومبويدا الفصة دي واخدة جزء من البونز
اللي فوق ده واللي تحت ده كله مدلة أوبلونجاتا. حتى قلنا الترانسفيرس مدلة ريفايبر دي تبع المدلة أوبلونجاتا، بس هي فين؟ في الرومبويد الفصي. تمام، فهنقسم البوستيريور بارت بتاع المدلة أوبلونجاتا ليه أبر هالف ولور هالف، نص فوق ونص تحت. الجزء اللي فوق ده أومن، اللي هو الرومبويد الفصي اللي هو ده أومن. تمام، اللور ده الكلوزد، الكلوزد اللي هو ده كله اللور، واللي فوق ده الأبر. تمام، يبقى الأبر هالف بتاع المدلة أوبلونجاتا ده الأوبن، واللي فيه الرومبويد الفصة بيبقى ظاهر فيه بس من، يعني هنتكلم عن جزء المدلة أوبلونجاتا الترانسفيرس ميدالري فايبر اللي هو ده، الخطين اللي قلنا عليهم دول يبقوا موجودين في الرومبويد الفصة كده. خلاص خلصنا الأبر. طيب اللور، اللور أو الكلوزد في عندي حاجتين مهمين، جراسيل وكونيات. الجراسيل اللي في النص، الكونيات اللي من بره، نفس اللي فوق دول. يعني بصيت اصلا ليهم نفس نفس الفكره، نفس الشكل، حاجه في النص وحاجه من بره. فوق هنا في النص البيراميد، وبره الاوليف، هنا في النص الجراسيل، ومن بره الكونيات، نفس الشكل بالظبط اللي هم دول ودول، ده في الانتيريور وده في البوستيريور. طب ايه وظيفه الاثنين دول؟ الجراسيل دي مسؤوله عن الديب سنسيشن بتاع اللور هالف بتاع البادي، يعني بتاع اللور ليمب. طب الكونيات دي الديب سنسيشن بتاع الابر هالف بتاع البادي، الترانك والهيد والابر ليمب وكل الحاجات دي. تمام، ده كده خلصنا البوستيريور فيو. تمام، الانترنال ستراكشر. تمام، الانترنال ستراكشر في بس حاجه خدت بالي منها، ان ال لما اجي اخد كروس سيكشن، تمام، اقول بس الاول دي، لما اجي اخد كروس سيكشن، يا اما اخد كروس سيكشن في الجزء الاوبن ده، يا اما اخد كروس سيكشن في الجزء الكلوزد، هتفرق. تمام، لو خدت جزء في الاوبن او النص اللي فوق او النص اللي تحت. طيب دي بس اللي انا لخبطتها، اللي هي دي المفروض تبقى ابر، تمام، ودي اللي هي الابر اللي هو الايه الاوبن دي، باذن الله هعدلها وهنزل لكم الملف تاني. ودي اللور، تمام، ودي اللور ده اللي هو الايه الكلوزد، بس كل حاجه تاني زي الفل. بسم الله، لو خدت كروس سيكشن في الابر هالف اللي هو الاوبن، يعني خدت كروس سيكشن في الحته دي هنا كده، هشوف ايه؟ هشوف الرومبويد الفصة. تمام، انا في الرومبويد الفصة اهي في البوستيريور، تمام، اللي ورا ده البوستيريور، ادي الرومبويد الفصة، واشوف البيراميد والاوليف. تمام، البيراميد اهو والاوليف، واشوف الانفيريور سيريبيلر بيدانكل، الانفيريور سيريبيلر بيدانكل اهي. طيب ممكن تسأل سؤال تقول ليه مش موجود الجراسيل والكيونات اللي هما دول؟ تمام، مش موجودين، اللي هما المفروض بيبقوا هنا، ليه مش موجودين؟ عشان فوق هنا في الكروس سيكشن بتاع الابر هالف اللي هو الاوبن، لكن في الكلوزد بيبدأ يظهر عندي اهم. بصوا ظاهرين منين اهي، فدي حاجة مهمة، هنا في الاوبن اهو، لكن الكلوزد دي فما فيش لسه، ما ظهرش الكيونيت والجراسيل. فالكروس سيكشن بتاع الابر هالف اللي هو الاوبن بشوف فيه رومبويد الفصة والبيراميد والاوليف والانفيريور سيريبيلر بدانكل. طيب هاخد بقى كروس سيكشن تحت هنا في اي حتة من هنا، من اللور هالف او اللي هو اللي اسمه الكلوز دي ميدالي، هشوف فيه ايه؟ هشوف حاجة مميزة اللي هي السنترال كانال. السنترال كانال وهي مش موجودة هنا، السنترال كانال هي الدايرة البيضة دي. تمام، وهشوف الجراسيل بقى والكونيات اهم، الجراسيل والكيونيت، وهشوف البيراميد والاوليف، البيراميد والاوليف، هنا طبعا البوستيريور وهنا الايه الانتيريور. تمام، في بس اللي هو التعديل اللي قلت عليه ده اللي هو بتاع الجزء ده، وان شاء الله هعدله وانزله ده. انا عارف والله ان البرين فصل من كتر ما بيدرس البرين، بس ايه يا ما شاء الله دخلنا في نص ساعة. تمام، آخر حاجة عندنا
ودي حاجة سهلة وبسيطة خالص، تمام. شوية ملحوظات كده في الآخر، هنتكلم عن البلاد سبلاي بتاع البرين ستيم، تمام. حاجة مهمة في البلاد سبلاي ان الارتري هو نفسه الفين، فانا كتبتهم دول الارتري، لو غيرت بس فين هيبقى ده برضه بلاد سبلاي اللي هو الفينا سبلاي. طيب المضلة اوبلونجاتا رايح لها ايه؟ رايح لها برانشز من الفيرتبرال ارتري والانتيريور والبوستيريور سباينال ارتري والبوستيريور انفيريور سيربيلر ارتري، وده الاختصار بتاعه، تمام. التلاتة دول بيغذوا المضلة اوبلونجاتا، برانش من الفيرتبرال انتيريور بوستيريور سباينال بوستيريور انفيريور سيربيلر ارتري. طيب البونز ارتري واحد بس له بازلر ارتري، لو فاكر قلت لك البازلر ارتري ده اللي بيعلم الايه البونز في البازلر جروف اهو. البونز فيها بازلر جروف او اللونجيتيودينال جروف، وده اللي بيعدي فيه البازلر ارتري، فانت احفظها كده، تمام. بازلر ارتري جوه الايه البونز. الميد برين ارتري واحد بس برضه هو بوستيريور سيريبرال ارتري، تمام. ده كده كان البلوت سبلاي بتاع البرين، برين ستيم. طيب بعدين ابلايد اناتومي، دي شويه حالات تحصل زي اصابات يعني تحصل في البرين ستيم. عندي حاجه اسمها لاترال ميدولاري سيندروم، وده في البوستيريور انفيريور سيريبيلر ارتري، تمام، وفي الفيرتبرال ارتري اصابه حصلت فيه. ايه اللي هيحصل لي او ايه اللي هينتج لي عنهم؟ هينتج لوس البين والتمبريتشر، المريض ما يقدرش يحس بالبين ولا التمبريتشر. طيب فيهم حاجه، يا اما يحصل في الهيد، ليه تاثير على الهيد وتاثير في البادي. التاثير اللي في الهيد بيكون ابسي لاترال، يعني في نفس الجنب اللي حصل فيه الاصابه. انا في الهيد مثلا اتصبت في الجزء اليمين، يبقى تحصل لي مشكله في الهيد في الجزء اليمين، مش هقدر احس بالبين ولا التمبريتشر في الجزء اليمين، لكن في البادي باقي جسمي هيتاثر كونترالاترال، يعني الجنب الشمال هو اللي يتاثر في باقي البادي مع الهيد، تمام. يبقى اللاترال ميدولاري سيندروم دي مشكله في الارتريز دول، المهم ان هو الهيد تبقى ابسي لاترال، البادي كله كونترالاترال، تمام. طيب الميديال ميدولاري سيندروم تبقى في الانتيريور سباينال ارتري، و اللي بيتأثر او اللي بيتصاب الكرينيال نيرف رقم 12، ده اللي بيتأثر الكرينيال نيرف رقم 12، وده اللي مسؤول عن التنج عن اللسان، يحصل له باراليسيس يبقى لسانه مشلول. يبقى الميديال كرينيال نيرف رقم 12 ده مسؤول عن التنج. بعد كده حاجتين، نزيف يا اما في البونز يا اما نزيف في الميد برين. الهيموريدج بتاع البونز هينتج لي عنه ثلاث حاجات، هايبر بايركسيا وبين بوينت بيوبلز وكونترالاترال هيميبليجيا. الهايبر بايركسيا دي حمى، بين بوينت بيوبلز دي اللي هي بتاع السودا اللي موجوده في العين، دي طرق اسمها من دماغي والله، تبقى ضيقه وهي بتوسع مع الاضاءه، لما تضرب كشاف كده في عين حد تبقى هي بتوسع لكن هي بتفضل ضيقه، ده نتيجه هيموريدج في البونز. او كونترالاترال هيميبليجيا، شلل نصفي، شلل نصفي ايه كونترالاترال، تمام، كونترالاترال يعني لو البونز حصل فيه نزيف في الجنب الشمال يتأثر اليمين، لو يمين هيتأثر شمال، كونترالاترال هيميبليجيا. طب الهيموريدج بتاع الميد برين بيتأثر عندي الكرينيال نيرف رقم 3، بيحصل له هيميبليجيا، تمام، في الكرينيال نيرف رقم 3. كده نكون الحمد لله خلصنا المحاضرة، يا رب إن شاء الله تكونوا استفدتوا وفهمتوا المحاضرة. يعني هو المحاضرة عارف إن هي تقيلة والله، بس لو أنت تخيلت الصور دي، تمام، حاطط الصور واضحة وكاتب عليها البيانات، مش هتقدر تتخيل الصور دي، لو تخيلت الصور الباقي بس هيبقى بالنسبة لك مجرد تفاصيل، تمام. والتوفيق ليكم جميعا. آخر حاجة تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، والجزء ده اللي قلت عليه إن شاء الله هعدله وانزله تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.